الإعلام بالجامعة الأمريكية. يعني سيادة الدكتور، يعني فكرة المناظرات السياسية على الهواء بين المرشحين الرئاسيين، كما سمعت أستاذ صلاح عيسى كان يتحدث أن ربما فكرة هذه المناظرة ما بين عمرو موسى وأبو الفتوح لم تسبب بشكل كبير في هبوط أو نسبة المشاهدة أو نسبة تأييد الناس لهم، هل المناظرات في مصر سيكون لها فاعلية كما هي في العالم؟ والله فكرة المناظرات ما هيش فكرة جديدة على الانتخابات، ولكنها يعني ممكن تكون جديدة بالنسبة لنا احنا. إنما الأجدى إن يكون في توضيح للرأي العام في خلال مرحلة الانتخابات عن البرنامج الانتخابي المتوقع إنه يتحقق في ظل فترة رئاسية مستحقة للمرشح. الاستحقاق اللي هو جاي لنا دلوقتي هو انتخابات نزيهة شفافة واضحة المعالم كاملة المعلومات، تقدر ان هي تهدي المصريين للانتخاب الصريح الواضح لمرشح رئاسي يعني يقود مصر في هذه المرحلة الحرجة. دكتور اسمح لي، يعني فكرة يعني حضرتك أستاذ إعلام، فكرة في الحملات الانتخابية العالمية يوجد هناك شخص مسؤول عن الظهور الإعلامي، يعني عايزين نقولها بشكل يعني أبسط للمشاهد، هو اللي بيلمع المرشح يلبس إيه، يظهر إزاي، يتكلم إزاي، هل ده موجود في الحملات في مصر وهل هيبقى له تأثير على الرأي أم لسه مش موجود يعني مش عارفين نطبقه بشكل عملي؟ لا طبعا في حملة دعائية ليها مستشار إعلامي، يعني هو المسائل دي برة واضحة المعالم زي ما قلت لحضرتك لأنهم تمرسوا عليها صحيح سنين. ده في الخارج. أيوة، إنما إحنا بالنسبة لنا في حملات، في حملة وفي هيئة موجودة مسؤولة عن الحملة ليها مستشار إعلامي مسؤول عن الظهور، لأن يعني زي ما حضرتك تفضلت قبل كده وقلت يعني تحدث تظهر لي المسألة حتى الظهور فعلا. اللي موجود الظهور المكثف يعني ليه تأثير عكسي صحيح، يعني المسائل برضو لازم تكون محسوبة يعني زمنيا، وخاصة احنا بنقول التملي في تكافؤ في الفرص وفي مسألة المدد الظهور الموجود اللي قدامنا دلوقتي بالنسبة لعمليات المرشح المسؤول أو المستشار الإعلامي مش واضح حتى الآن يعني كيفية استخدامه الأدوات المطروحة. طيب يعني خليني بس أحط مثلا شكل أو الظهور المكثف أو غير المكثف، الظهور في المؤتمرات الجماهيرية مع وسائل الإعلام صحيح. طب خليني أحط يعني قضية أمامك ظهرت، يعني نعرف أن الإعلام لم يعد هو إعلام الشاشة فقط، هناك الفيسبوك وتويتر وغيره، قضية مثلا ظهور السيسي مع استقبال الوفد الرياضي، وبعدين الإعلام اهتم بقضية المصالحة بين مرتضى منصور وشوبير، هل هذا تحوير بشكل ما؟ هل هو عيب من المسؤول الإعلامي أم كيف تراها؟ لا يعني أعتقد أن أولا إحنا عايشين عصر تعددية غير مسبوقة دلوقتي، فنحن نقتصر الإعلام على الإعلام التلفزيوني، ولو أنه كمان يعني مسائل قنواته تعددت بحيث ان حتى بدايه السباق الانتخابي ما بقاش واضح بدايته ايه، لان استغلال وسائل الاعلام سواء مباشره او غير او بطريقه يعني غير مباشره اخرى ممكن لحضرتك تشوف وبنفسك ان بدايه السباق الانتخابي ده ابتدى من زمان، لان استخدام الميديا ما بقاش مقصوره دلوقتي على حد بيقول ده بدايه السباق او بدايه هو بصراحه هو السبق لسه ما بداش، بس واضح ان الاخبار بتبدا دايما الاسباب. انا بشكر الدكتور حسين امين الاستاذ الاعلام بالجامعه الامريكيه، واروح لدكتور سعد الزنط رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه. دكتور سعد تحياتي لحضرتك. فكره الظهور الاعلامي للمرشحين، هل الكثافه هي المطلوبه ام عدم الظهور ام الوسط؟ يعني تعددت الاسباب وتعددت الاراء، كيف تراها استاذ سعد؟ هو الحقيقه انا مش هقول اكتر من اللي قالوا اساتذتنا الكرام الاستاذ صلاح والدكتور حسين، لكن انا بس عاوز اقف عند نقطه وهي ما حدث النهارده للقاعده الانتخابيه.
ناخد بالنا من ان احنا عندنا اتنين مرشحين مش جداد على الاعلام. صحيح. الاخ حمدين بقاله سنوات وراجل نجم، وانت عارف ان المعارضة نجومية، لكنه ليس رجل دولة بعكس المشير السيسي، راجل لم يظهر الا في السنوات الاخيرة او السنة الاخيرة بالذات، وهو رجل دولة. لكن تأكيد هذا الكلام على الارض لن يكون بالإعلام، لكن الإعلام له حاجة مهمة جدا ربما تفيد المشير السيسي أكتر من الأخ حمدين، وهو أن في الفترة الأخيرة حصل تراجع في شعبية المشير السيسي خاصة من الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى حصل فيها الحياة ضعضعة أو تآكل في الشهور القليلة الأخيرة، وقرارات الحكومية الحقيقة أثرت أيضا على هذه الشعبية. لا زال محسوب. فأنا الحقيقة بنبه إلى أن يستطيع من خلال عدة آليات ومنها الإعلام استرجاع ما فقدوا خلال الشهور القليلة أو الأسابيع القليلة الماضية، سواء لابتعادوا إلى حد ما عن الظهور بشكل او القرارات اللي بتتخذ. طيب. استاذ يعني دكتور سعد حضرتك قلت اكمل جزئيه بسيطه. اتفضل. سالت فيها الدكتور حسين وهي لقاءاته بالرياضيين وما الى ذلك. صحيح. ده كل ده مهم، لكن هؤلاء ما ليسوا هم الاصوات، دي كلها ربما نقاط مضيئه على الطريق، لكن تاثيرهم لن يكون هي اشاره او رساله لهذه القطاعات. طيب. لكن القطاع الأهم في دكتور سعد يعني اسمح لي ان احنا هنطلع فاصل سريع ونستكمل معكم الحلقة بعد هذا الفاصل. مرة تانية بنستكمل معكم حوارنا في همزة وصل وهذه الحلقة، وأذكركم بالسؤال المطروح: هل تؤيد تكثيف الظهور الإعلامي للمرشحين الرئاسيين في الفترة القادمة؟ يعني هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، ورأيكم هو المهم، ودائما رأي الشارع. قناة النيل تذهب إلى الشارع لرصد آراء المواطنين العاديين، وهذا ما حصلنا عليه. اللي يهمنا مش الكلام، اللي يهمنا المفترض المرحلة اللي جاية التنفيذ مع اللي هي المصداقية مع حضرتك، ان هو الصراحة لما يجي يقول لي اللي انا هعمل بير بس، او اللي انا هعمل مية حوض مية هنا بس، او هبني لك شقة واحدة بس في خلال الاربع سنين وهيبقى في مصداقية من الشقة اللي هيبنيها ديت، اوكي، بدل ما يقول لي انا هبني لك 10,000,000,000 شقة ومش هيبني اوضة فوق سطوح. التكثيف الدور الاعلامي يبقى انا موفر فلوس للشعب نيجي نعمل بيها اي حاجه تاني، وتبقى الخطه واضحه قدام الناس وصريحه سليم، وده هيبقى بالعمل مش بالكلام. ما هو ممكن اعمل شو، بس التنفيذ اللي هيجي بعد كده، الدور اللي هيجي بيه رئيس جمهوريه بعد كده، واخد بالك، هو ده المفروض الدور اللي احنا يعني ايه نطلع عليه كشعب، هو الراجل ده هيعمل ايه. اكيد طبعا ضروري عشان خاطر اعرف هو انجازاته لينا هتبقى ايه، يعني هيعمل لي ايه خطه الطريق بتاعته. لازم كل مرشح في ان هو يرشح نفسه للبلد ديت، كان هو يفيد البلد، يقول المطالب اللي هو هيوعد الشعب بيها، تمام، على اساس لما يجي ينجح يبقى كده هو ادى وعد للشعب يصلح او غير اللي يصلح. الاعلامي بيكون موجود مع المرشحين كلهم، كل واحد يقدم البرنامج بتاعه، كل واحد يسلط الضوء على البرنامج بتاعه عشان الشعب يعرف مين اللي المفروض يرشحه. ولو في وجود منظم لمرشحين الرئاسة بجدول أعمال متوقع وعليه حاجة في أرض الواقع نعمله، لكن مع احترامي ليك يبقى الموضوع عبارة عن مناظرات وتحديات، بغض النظر هم مرشحين اتنين ما عندناش اختيارات كتير، فمرشحين اتنين يعني يبقى لازم يكون في حاجة على الترابيزة واقع موجودة، بس ما بقاش في تكثيف إعلامي وخلاص، ما بقاش في مناظرات يعني تحدي، يبقى في تكثيف لمجهودات على أرض الواقع، واحد هيثبت كرامة. دي كانت مجموعة من آراء الشارع المصري حول الظهور الإعلامي للمرشحين، وطبعا آراءكم تهمنا، ولذلك سنتوجه مرة أخرى للفيسبوك والزميلة حنان عاطف لنستطلع المزيد.
بالفعل حسام، أبدأ معك ومع مشاهدينا في استعراض أحدث التعليقات التي وردت إلينا الآن على الهواء مباشرة مع الأستاذ علاء الدين عبد النبي، يعلق ويقول: التاريخ لن يعيد نفسه. المشير السيسي أو السيد حمدين هم أبناء مصر واختيارات المصريين الحرة، فلم يفرض أحدهم علينا، وميزة أحدهم على الآخر هو برنامج قابل للتنفيذ يخرج مصر من هذه النكسة التي تعيشها ويبشر أبناءنا بمستقبل أفضل. المصريون لن يوقعوا بشيك على بياض للقادم. يريد نسأل كل منهم عن رؤيته لمجلس الشعب القادم، وهل سيمثل الشعب الفقير أم سيكون ملعبا لرأس المال مرة أخرى؟ من جديد علاء الدين عبد النبي يشاركنا برأيه ويستكمل وجهة نظر ويقول: يريد الإعلام يكون موضوعي أكثر في عرضه للمرشحين، ومن وصل لسباق الرئاسة هم أبناء مصر واختيارات لم تفرض علينا كما حدث من قبل. أما فرج عمر فيقول: لا أعتقد أن الظهور الإعلامي مفيد لكل الأطراف، المهم برنامج كل مرشح ومدى مصداقيته وإلى أي مدى يمكن تطبيقه في الواقع. أما لو انتقلنا لتعليق آخر يقول: لماذا كثرة الظهور الإعلامي لمرشح الرئاسة؟ إن خير الكلام قل ودل، ولدينا في مصر الآن مرشحين اثنين، وكل منا يعرف تاريخ كل مرشح سواء أكان السيد حمدين صباحي أو الزعيم المشير عبد الفتاح السيسي، وكثرة الظهور على الشاشات ستأتي بعكس ما يتوقعه المرشح، وأننا رأينا في الفترة الماضية إلقاء التهم من أحد المرشحين ومن حملته على المرشح الآخر، وهذا بالفعل يأتي بنتيجة عكسية على المرشح الذي يقوم بإلقاء التهم. ونسمع أصوات كثيرة تنادي بمناظرة على شاشات التلفزيون، وهذا لن يكون بالشيء الجيد لكلا المرشحين، ولكن نريد أن نعرف برنامج كل مرشح وماذا سيفعله خلال فترة حكمه، ونتمنى أن تصعد مصر إلى أعلى ولا تريد الأيادي المرتعشة التي تدمر البلاد، وأننا نأمل أن يقود مصر الشخص القوي الذي نحترمه وتحترم الدول في الخارج ويحترم شعبه من خلاله، لأن الشعب المصري يستحق أن يكون رئيسه شخصية وطنية الشعب يحبه وهو يحب شعبه ويحترمه وتسلم الأيادي. أما ناصر حجازي فيقول: نريد عرض برنامج المرشح للنهوض بمصر بطريقة علمية وعملية، وكفانا كلام، نريد أفعال لتأخذ مصر دورها الإقليمي والدولي ومعالجة كل الملفات في مقدمتها استقرار الوطن والقرار الوطني وحماية الوطن وتحقيق الأمن القومي والأمان وملفات الاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان والشباب وغيرها. لا نريد مناظرات للتلميع أمام الكاميرات، بل نريد رسائل مباشرة تصل إلى العقول وقلوب الناخبين، ونحذر من الدعاية السوداء وحملات التشويه ومحاولة تعكير صفو الانتخابات التي تقوم بها الجماعة الإرهابية. فالقرار لشعب مصر العظيم. أنتقل للأستاذ هاني الجمل يقول: أعتقد أن الظهور في وسائل الإعلام يجب أن يكون بشكل مدروس ومنظم، فضلا عن اختيار الوسيلة.